لطيف قوي، ويعتبر أكتر واحد بيأرق الجماعة بتوع الأنف وأذن عن كبار النيزل ساينسز واللارينكس، من الحاجات اللي بالنسبة لهم وبالنسبة لنا تعتبر بسيطة، لكن البترس فيها شوية مشاكل. فإحنا هنتكلم في الجزء الأولاني عن الأناتومي، وبعدين هنتكلم في الجزء الثاني على الباثولوجي. علشان نعمل البترس بون بالسي تي او بالام ار، فاحنا محتاجين زي بقيه الهيدن دينيك اكزيال وكورونال. والاكزيال بيتعمل في السكان جرام لما تكون البترس بون هما الاثنين سوبر امبوزد على بعض. بناخد خط البدايه بتاعنا عند البيز اوف ذا سكار، ونكمل لحد لما نخلص البترس بون. بتطلع الصورة زي ما حضراتكم شايفين في الكورونا. دلوقتي بنعمل كورونا ريكونستراكشن، لكن زمان كان المريض بيتقلب على بطنه، بعد كده ناخد مقاطع من ورا البترس بون ونطلع بيها لقدام. المقاطع بتبقى كل 2 مللي، ولو زودت عن كده غير مستحب، ولو قللت عن كده غير مستحب برضه. يعني الملي، الأجهزة الجديدة بتعمل ملي وتعمل أقل من الملي، ولكن دوت مش ضروري في البترس بون. الاتنين ملي is enough. الحاجة التانية الموضوع السيوتابل فيلد اوف فيو. البترس بون كل الحاجات بتاعتها صغيرة، فاحنا محتاجين يبقى في تركيز على المكان اللي بيهمني. اما بقيه البرين والبارانيزال ساينسز والكلام ده كل دوت شود نوت بي انكلودد في السكاننج ايرا. مهم جدا موضوع السيمتريك بيشنت بوزيشن، علشان يطلع تقريبا اللي في الشمال زي اليمين ويسهل عليا المقارنه. ومنصور بون وسوفت، طالما في حاجات سوفت وحاجات بون بنعمل كده. وموضوع الصبغه كان ايام زمان روتيني، لكن دلوقتي استخدامات الصبغه في السي تي قليله جدا جدا، وما بنحتاج لهاش تقريبا الا في احيان ضئيله قوي. اما الصبغه في الام ار فهي روتين، لان الام ار ملوش دعوه اصلا خالص بالاكسترنال اير ولا الميدل اير، هو بيركز على الانر اير، والصبغه في الانر اير مهمه زي ما هنقول بعد شويه. البترس بتتكون من 3 اجزاء، الاكسترنال اير والميدل اير والانر اير. كل واحده من دولت ليها اناتومي وليها باثولوجي. والاكسترنال اير زي ما حضراتكم عارفين بتبتدي من بره من الشارع يعني، لحد لما نوصل الى التمبانيك ميمبرين او الاير درام. هذه القناه مكونه من جزء بوني وجزء كارتلاجينس، وهي مليانه بالهواء، فيما عدا في بعض الناس بيكون في شويه واكس كده جوه الود، لكن مش المفروض يكون فيها اي حاجه غير كده. اما الميدل اير فهي عباره عن كافيتي مليان بالهواء، يحتوي على الاوسيكلز اللي هم الماليس والانكس والستيبس وشويه نيرفز ومصل، لكن كل ده ما بيبانش اصلا لا في السي تي ولا في الام ار. اللي بيبان بس هو الهواء وبيبان الاوسكلز. الميدل اير متوصله بكذا حاجه، هنقول ايه هما الحاجات اللي متوصله بيها. وبعد كده الانر اير. الانر اير مكونه من الكوكليا والفيستيبيول وثلاثه سيمي سيركلر كنالز والانترنال اوديتري كنال، وفي حاجات اسمها فيستيبيولار اكويدكت وكوكليار اكويدكت، برضه هنقول على اماكنهم اما نوصل ليها. لما نيجي للاكسترنال اير، فالاكسترنال اير زي ما احنا اتفقنا مليانه بالهواء، جزء منها بالعظم، جزء منها كارتلاجينس، وتنتهي بالمكان اللي موجود فيه الاير درام. واحنا وي دونت كير اباوت ذا اير درام، لان هي بتتشاف عن طريق المنظار، تبص في ودن العيان تلاقي الايودرام.
لكن الايفاليويشن بتاع الايردرام في السي تي ولا في الام ار مهم، عشان كده ما احناش محتاجين اصلا ان احنا نشوف التمبانيك ميمبرين ولا نشوف اذا كان سليم ولا في ثقب ولا اي، كل الكلام دوت مش تبع. لكن شكرا، اللي تبعنا قوي انك انت تلاقي ان الاكسترنال اير موجوده نمره واحد، في بعض الناس مش موجوده، ونمره اتنين يكون مليانه بالهواء. دولت الحاجتين اللي يهموك، اذروايز ما عندكش اناتومي خالص في الحته دي. ايه بعد كده الميدل اير. الميدل اير هو الكافيتي اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو ورا الاير درام. هنا الاكسترنال اير وده هو الميدل اير. الميدل اير فيه الاوسكلز اللي هو المانياس والانكاس والستينز، وفي مصل بتمسك في الايد بتاعة المانيس اسمها تنسور تيمبوناي، ما بنشوفهاش في الأشعة خالص. وفي نيرفز ماشية جوه الميدل اير كافيتي ومن وراء برضو ما بنشوفهاش في الأشعة. كل اللي احنا بنشوفه هو الكافيتي ده مليان بالهواء وفي الثلاثة الأوسكيز الموجودين. الميدل اير is connected to the nasopharynx عن طريق الأوستيكين تيوب، وهي كونكتد للمستايد عن طريق حاجه اسمها اديتس اد انترم بنشوفها، كونكتد للفيستيبيول عن طريق الاوفن ويندو، كونكتد للكوكليا عن طريق الراوند ويندو. كل دوت بيبان في الاشعه وبنشوفه بطريقه واضحه. احنا في الشغل بتاع الفيتروس عندنا لاند مارك بنتحرك من عليه في الميدل ولاند مارك في الانر. فاللاند مارك بتاعتنا بتاعت الميدل اير هي اسمها الايس كريم كون. الايس كريم كون هو النتيجة ان في مقطع فات في الحتة دي. الجماعة دول ديت المانياس ودي الانكاس وديت الستيمس. المقطع دوت فات في الهيد بتاعت المانياس والبودي بتاع الانكاس. لما يمر كده يطلع المنظر اللي انت شايفه ده اللي هو يشبه الايس كريم. الكوره بتاعت الايس كريم هي الهيد اوف ذا مانيس، والبسكوته بتاعت الايس كريم هي الانكس، وفي خط سفيف قوي قوي ما بين الاثنين ده جوينت، اللي هو الجوينت دوت اسمه انكودو ماليان جوينت، يعني اللي ما بين الانكس والماليان. ماليو انكودال او انكودو ماليال مش هتفرق، المهم ان في جوينت موجود ما بين الاثنين، ولما تحصل التروما يتفصل من بعضه ويحصل له ديسلوكيشن وسبلكسيشن وحاجات زي كده زي ما نشوف بعد شويه. تمام، يبقى انت لما تيجي في الميدل اير عشان تعرف راسك من رجليك تحط ايدك على الايس كريم كون. مين ده هوت الهيد اوف ذا مانس؟ مين ده هوت الانكس؟ متحوطين بهواء، هذا الهواء متوصل بالمستايد عن طريق الممر ده اللي احنا قلنا اسمه اديتس اد انترم. الهواء ده اسمه مستايد انترم، واللي حواليه اسمه مستايد اير سيلز. اكبر اير سيل في المستايد اسمها مستايد انترم، الانتريه يعني او الانترنس بتاع المستايد. الفتحه اللي بتوصل ما بين الاثنين اسمها اديتس اد انتر. تكون المحصله انك انت عندك كرومبا من فوق كرومبا من تحت وفي كونستريكشن في النص زي فيجر اوف 8. الكرومبا الاولانيه جواها الايس كريم كون الهيد اوف ذا مانياس والانكس وما بينهم الانكودو ماليال جوينت، وبعدين الهواء اللي بيوصل الميدل اير بالمستايد اسمه اديتس اد انترن ودوت اسمه مستايد انترن. افرض انك انت نزلت في المقطع لتحت شويه، انت خدت مقطع هنا بس سبت مقاطع من تحت. لما تنزل لتحت هتلاقي العظمتين دول، دي اسمها الهاندل اوف ذا ماليس اللي هي ايد المطرقه، الهاندل اوف ذا ماليس،
ودوت اسمه the long process of Incas. The long process of Incas. يبقى هتلاقي نقطتين، اللي قدام هو الهاند اوف ذا مالكس اهم، واللي وراه اسمه the long process of the Incas. في الوقت دوت لما تاخد مقطع في الحته ديت هتلاقي الاوسيكيال تيوب اللي هي بتوصل الميدل اير كافيتي بالنيزوفاكس. يبقى المنطقه ديت فيها الهاندل اوف ذا مالياس وفيها اللونج بروسيس اوف ذا انكس وعندهم الاوسيكيال تيوب. مره تاني لما تاخد مقطع هنا هتلاقي عظمتين ورا بعض، القدامانية هي الهاندل اوف ذا مالياس وديت اللونج بروسيس اوف ذا انكس، شابك في الستيبس اللي هي دي. شايف انت؟ طبعا احنا يوجوالي وي دو نوت سي ذا ستيبس الا لو فرقنا وحركنا في الويندو وكده لحد لما نشوف. والفوت بليت بتاع الستيبس بيقفل الايه الاوفل ويندو اللي هو ده، بس احنا بنشوف الاوفل ويندو احسن في الايه في الكورونا. يبقى الهاند اوف ذا مالياس و اللونج بروسيس اوف ذا انكس. نيجي لو بصينا على الحته ديت كده اللي احنا بنشبهها ب كلب البحر او سبع البحر. الحته ديت هي المفروض يكون فيها النقطتين اللي هما الهاند اوف ذا مالياس واللونج بروسيس اوف ذا انكس. والممر اللي بيطلع لقدام الاوستيكيال تيوب. ساعات في بعض الناس تلاقي جنبيه ممر تاني. الممر التاني دوت هو بتاع التنسور تيمبالاي مصر. احنا ما بنشوفش المصر نفسها لكن بنشوف الممر بتاعها. لكن اللي هممني انا الحته ديت اللي هي رجله. رجله دي مقسومه نصين وما بينهم مرتفع كده عامل زي الجبل. الجبل دوت اسمه تيمبانيك بيراميد، يعني الهرم، تيمبانيك هرم. بيقسم الحته ديت الى جزئين. الجزء القداماني اسمه ساينس تيمبانوي، الحته دي اسمها ساينس تيمبانوي، والجزء الوراني اسمه فيشيال ريسس. الفيشيال ريسس اللي بيمر فيه الفيشيال نيرف لما نيجي نتكلم عليه، والساينس تيمبانوي هو اللي بيطلع فيه الكوليستياتوما اللي معروفه باسمه، اسمها ساينس كوليستياتوما اللي هي تعتبر رير، لكن الكوليستياتوما الكومن اسمها اتيك كوليستياتوما، ودي بتطلع فوق زي ما هنقول بعد شويه. اذا لو احنا بصينا على الميدل اير، البدايه بتاعتنا عند الايس كريم كون، فبنشوف الهيد اوف ذا مالياس والانكس والميدل اير كافيتي والاديتس الانترم والمستويد انترم والمستويد ايرسيك. تنزل لتحت شويه تلاقي عظمتين، القداماني هو الهاندل اوف ذا مالياس والوراني هو اللونج بروسيس اوف ذا انكس، والزلومه ديت هي الاوستيكيان تيوب، والحفرتين دولت القدامانيه اسمها ساينس تيمباناي والورانيه اسمها فيشيال ريسيس، والهرم اللي ما بينهم اسمه تيمبانيك بيراميد. افرض طلعت فوق الايس كريم كون، لو طلعت فوق الايس كريم كون مش هتلاقي حاجه، هتلاقي هواء، هواء فقط زي ما انت شايف كده. هذا الهواء محجوز عن البرين بالعظميه ديت اسمها تيجمن تيمبانال. اي حاجه تفصل الميدل اير عن البرين اسمها تيجمن تيمبانال، الحته اللي فوق. الحته اللي تحت ديت مكان الفينس ساينسز، دوت السيجمويد ساينس، ملوش علاقه جامده قوي بالبترس وكذلك الترانسفيرس ساينس. يبقى لو طلعت فوق هتلاقي هواء، والهواء دوت مفصول عن البرين بالايه؟ بالتيجمن تيمبانون. اذا الاناتومي اوف ذا ميدل اير بيبتدي عند الايس كريم كون. بتشوف الهيد اوف ذا مالياس، الانكس، الميدل اير كافيتي، الاديتس اد انترم، مستويد انترم. لو نزلت تحتيه هتلاقي العظمتين اللي هما الهاندل اوف ذا مالياس، لونج بروسيس اوف ذا انكس، الحفرتين اللي هما ساينس تيمباناي
وفيشل ريساس والزلومه ديت اللي هي الاوستيكيان تيوب. لو طلعت فوق الايس كريم مش هتلاقي حاجه، هتلاقي هواء، والهواء مفصول من البرين عن طريق التجمن تمبانا. يبقى دوت الاناتومي بتاع الميدل. ايه الاناتومي بتاع الانر اير اللي هو فيه الفيستيبيول وفيه سيمي سيركلر كانالز وفيه الكوكليا في الانتيريور كانال والكوكليار اكويدكت والفيستيبيولار اكويدكت. لو احنا بصينا كده على البتاعه ديت هتلاحظ ان هي ديت الكوكليا، ودولت هم الثلاثه سيمي سيركلر كانالز داخلين في الفيستيبيول، وده هو الفيشل نيرف اللي هو بيمر كده جوه البيتروس بون. هنتكلم على الكورس بتاعه بالتفصيل. ايه العلامه اللي احنا بنشتغل عليها في الانر اير؟ احنا قلنا بنشتغل في الميدل اير على الايس كريم. في الانر اير بنشتغل على واحده من السيمي سيركلر كانالز اللي هي نايمه بالعرض دي. السيمي سيركلر كانالز ثلاثه، كل واحده ليها اسمين، بس احنا عشان ما نخفنش الدنيا هنستخدم اسم واحد فقط. اللي نايمه بالعرض ديت اسمها هوريزونتال، والاسم الثاني لاترال، سواء كده او كده، هوريزونتال او لاترال. اللي فوق ديت اسمها سوبيريور، واللي ورا دي اسمها بوستيريور. يبقى في واحده هوريزونتال وفي سوبيريور وفي بوستيريور. لو احنا خدنا مقطع، المفروض المقطع دوت يمر في الهوريزونتال بالكامل وياخد حته صغيره من الايه؟ من البوستير. فلو احنا بصينا على البترس هنلاقي ان في حاجه عامله زي حدوه الحصان كده، هي ديت الهوريزونتال سيم سيركلر كانال. بتفتح فين؟ في الحته ديت اللي هو الفيستيبيول. يبقى ده الهوريزونتال سيم سيركلر كانال وده هو الفيستيبيول. النقطتين دول هما جزء من البوستيريور سيمي سيركلر كانال، النقطتين دي ودي. لو احنا عاملين الفحص صح واخدين الزاويه بالمظبوط، هيطلع العلامه بتاعه الميدل اير عند نفس الليفل بتاع العلامه بتاعه الانر اير. يعني هتشوف الايس كريم على نفس الليفل بتاع الهوريزونتال سيمي سيركلر كانال. يبقى لو انت بصيت هنا هتلاقي الايس كريم كون، وهتلاقي الهوريزونتال سيمي سيركلر كانال والفيستيبيول، ودوت ايه؟ جزء من البوستيريور سيمي سيركلر كانال. جزء من البوستيريور سيمي سيركلر كانال. تمام. يبقى لو احنا بصينا كده، ادي الفيستيبيول، وادي الهوريزونتال سيمي سيركلر كانال، والنقطتين دولت هما البوستيريور سيمي سيركلر كانال. جوه الود الايس كريم كون والميدل اير كافيتي والاديتس اد انترم والمستويد انترم. مره ثانيه، ادي الايس كريم، وادي الهيد اوف ذا مالكس، وادي الانكس، والجوينت اللي ما بينهم اسمه كونكودو ماليان جوينت، ودوت الميدل اير كافيتي، وده الاديتس اد انتروم، وده هو الماستويد انتروم. ده هو لاترال او الهوريزونتال سيم سيركلر كانال، وده هو الفيستيبيول، وده هو البوستيريور سيم سيركلر كانال. طيب لو احنا بصينا على المقطع ده، ادي الايس كريم كون، وادي الهوريزونتال سيمي سيركلر كانال، وادي الفيستيبيول، وادي الايه؟ البوستيريور سيمي سيركلر كانال. طيب لو انت عاوز تشوف السوبيريور هتطلع لفوق. لما تطلع لفوق بتقطع في الرجلتين بتوع السوبيريور سيمي سيركلر كانال، فبيبان نقطتين. طلعت المقطع اللي بعديه فبتقطع في القبه بتاعت السوبيريور، فبيبان خط اللي انت شايفه ده. يبقى عندنا السوبير سيمي سيركلر كانال بتبان في مقطعين. مقطع بيبين الرجلين بتاعها او الكروره
اللي هم دول، ومقطع بيبين القبة بتاعتها اللي هو الخط اللي انت شايفه. حلو قوي. نيجي بقى للكوكلي. يبقى احنا شفنا الهوريزونتال، وشفنا جزء من البوستيرير، وشفنا السوبير. نيجي للكوكلي. الكوكليا بالنسبة لللاترال للهوريزونتال سيم سيركلر كانال تعتبر تحت ولا فوق؟ تعتبر تحت. فلو انت جريت خط كده هتلاقي ان معظم الكوكليا موجود تحت الليفل بتاع اللاترال سيمسيكيوتي. ولو كان في اي فرصه تشوف جزء من الكوكليا هتشوف القبه بتاعتها اللي احنا بنسميها ذا دوم اوف ذا كوكليا. فادي الهورزونتال سيمسيكيوتي كانال، وادي الفيستيبيول، وادي البوستير، ودوت اعلى حته في الكوكليا اسمها ذا دوم اوف ذا كوكليا. الدوم اوف ذا كوكليا بيكون عامل زي البرنيطه كده، زي ما انت شايف، كانه زي البرنيطه بالظبط. وفي خط ديت طبعا الانترنال ديتري كانال، في خط بيطلع من الانترنال ديتري كانال بيروح عند الدوم اوف ذا كوكليا. دوت الممر بتاع الكوكليار نيرف. الكوكليار نيرف بيجي من البرين ستيم، يمر جوه الانترنال ديتري كانال، وبعدين يخرم العظم ويوصل الى الكوكليا. يبقى ده الدوم اوف ذا كوكليا، وده هو الممر بتاع الكوكليار نيرف. اذا لما تشوف السوبيريور اللاترال سيمسيكيولار كانال والفيستيبيول، يبقى انت عند الليفل بتاع ذا دوم اوف ذا كوكليا، والممر ده هو اسمه ذا كوكليار نيرف، والحته ديت اسمها ذا انترنال اوديتوري كانال. طيب لو انت عاوز تشوف بقيه الكوكليا تنزل لتحت. انت ابتديت هنا عند الدوم اوف ذا كوكليا، تنزل لتحت. تنزل لتحت هتلاقي حاجه عامله زي الطبق اللي فيه اكل كده، ديت اسمها one and a half turns of the cochlea، يعني لفه ونص من الايه، من الكوكليا. دولت لفه ونص من الكوكليا، وديت الدوم اوف ذا كوكليا. نزلت لتحت بقى خالص هتلاقي the basal turn of the cochlea اللي هي اخر لفه في الكوكليا، والتي تنتهي بالراوند ويندو. انت ما بتشوفش الراوند ويندو، لكن عند البيزل تيرن بتاعت الكوكليا بتلاقي نقطة هواء. النقطة الهواء دي اسمها دانيش اوف ذا راوند ويندو. دانيش اوف ذا راوند ويندو. بقول لك كده عشان الامتحانات. لما يقول لك فين الراوند ويندو ما تشاور له على الحتة ديت، يقول لك غلط. احنا وي دو نوت سي ذا راوند ويند، احنا بنشوف الحته اللي قبل منه اسمها ذا نيش اوف ذا راوند ويندو، وبيكون فيها نقطه هواء زي ما انت شايف كده. اذا الكوكليا عند عند اللاترال سيم سيكتور كانال بتشوف الدوم وبتشوف الكوكليار نيرف. لما تنزل لتحت شويه تلاقي المنظر الكاركترستيك قوي دوت اللي هو لفه ونص من الكوكليا، اسمه one and a half turns of the cochlea. نزلت لتحت قوي هتوصل الى البيزل تيرن اوف ذا كوكليا التي تنتهي بنقطة هواء اسمها the niche of the round wing. طيب قلنا دلوقتي ان ديت اسمها ايه؟ الانترنال اوديتري كانال، واللي خارج منها دوت اسمه ايه؟ the cochlear nerve. الحتة ديت ذا دوم اوف ذا كوكليا. لو انت نزلت تحت الانترنال ديتري كانال لقيت واحده زيها بالظبط بس اصغر منها، ديت اسمها ذا كوكليار اكويدكت. يبقى الكوكليار اكويدكت زي الانترنال ديتري كانال بس على صغير ومن تحت. ايه هي بقى الفيستيبولار اكويدكت؟ احنا اتفقنا ان دوت مين؟ مين دوت؟ الفيستيبيول، ودوت هوريزونتال سيم سيكولار كانال، والنقطتين دولت بوستيرير سيم سيكولار كانال. اللي ورا البوستيرير سيم سيكولار كانال الخط الرفيع دوت هو ده اسمه ذا فيستيبيولار اكويدكت. الفيستيبيولار اكويدكت الاتساع بتاعها ما بيزيدش عن ملي ونص.
لكن في بعض الناس الفيستيبيولار اكويدكت بتكون اوسع من الطبيعي، ودوت ليه اسم هنقوله بعد كده اسمه فيستيبيولار اكويدكت سيندروم، وده بيؤدي الى سنسوري نيورال هيرنج لوس زي ما هنقول بعد كده. المهم الكوكليار اكويدكت تحت الانتنا دي تريكنال، والفيستيبيولار اكويدكت ورا البوستيرير سيمسيكولار كنال. المفروض ان الجاجولار بالب القبه بتاعتها ليها علاقه بالميدل ايد، والجاجولار بالب المفروض ان هو مفصول عن الميدل اير بعضميه. لو كانت العضميه موجوده دوت اسمه نون ديهيسنت جاجولار بالب، لو كانت العضميه مش موجوده اسمه ديهيسنت جاجولار بالب. ديهيسنت يعني مفيش حاجه بتفصل الودن من الجاجولار بالب، وبالتالي في بلسيشنز وفي وش ممكن يحصل للمريض طالما العضميه دهيت مش ايه مش موجود. يبقى لو كانت العضميه موجوده يبقى اسمه نون ديهيسنت جاجولار بالب. ده المكان بتاع الجاجولار بالب، ده الميدل اير كافيتي، ودوت التمبانيك ميمبرين، ودوت الاكسترنال اير. اما لو كانت العظميه مش موجوده زي ما انت شايف هنا كده دوت اسمه ايه؟ ديهيسنت جاجولار بالب. اهو شايف دوت الجاجولار فصه مش مفصول من الميدل اير عن طريق عظميه، يبقى اسمه ديهيسنت جاجولار بالب. نيجي بقى للفيشيال نيرف. الفيشيال هو ورقم 8 اللي هو الفيستيبيلو كوكيلر نيرف، هما الاثنين بيطلعوا من البرين ستيم وبيخشوا جوه مين؟ الانتنا دي تكنال. الكوكليير نيرف زي ما قلنا بيخرم الانتنا دي تكنال ويروح للدم اوف ذا كوكلي. اما الفيشيال نيرف ليه ممر مخصوص. الفيشيال نيرف اللي هو ده بيمشي جوه الانتنا دي تكنال وبعدين يطلع لفوق وينزل لتحت، والقبه ديت اسمها الجينيكيليت جانجليون. الجينيكيليت جانجليون هي الجانجليون بتاعه الفيشن نيرف. فلو انت بصيت كده هتلاقي ادي الانتنسيتي كانال، وبعدين في حاجه طالعه لفوق، وبعدين حاجه نازله لتحت، والقبه ديت اسمها الجينيكيليت جانجليون بتاعه الفيشن نيرف. بنسمي دوت اسندنج ليم وبنسمي دوت ديسندنج ليم بغض النظر، او بعض الناس بتقول ده تمبانيك سيجمنت ولابرنت مش مهم. المهم ان دول التو سيجمنتس اللي طالع نازل دول تو سيجمنتس اوف ذا فيشيال نيرف، والقبه بتاعتهم اسمها ذا جينيكيليت جانجي. ادي الانترنال ديوتي كانال، وادي الممر بتاع الفيشيال نيرف، طلع لفوق بعدين نزل لتحت، والقبه بتاعته اسمها ذا جينيكيليت جانجي. مره تاني ادي الانترنيتي كانال، بعدين فيشن نيرف طلع كده وبعدين نزل كده. طبعا انت يو دونت سي النيرف نفسه، ولكن بتشوف الممر اللي بيمر فيه. القبه بتاعت الثمانيه دي هو ايه؟ الجينيكيليت جاي. طيب كام نيرف بيمر فيه الانترنيتي كانال؟ اربعه، اللي هم مين بقى؟ اللي هم الفيشيال والكوكليير والفيستيبيولر. في منه اثنين، الفيستيبيولر في منه سوبيريور وفي منه انفيريور. عشان تشوف النيرف نفسه لازم تعمل ام ار، وعشان تشوف الاربعه كويس لازم تعمل ساجيتال. فانت بتاخد اكزيال كده بتعمل ساجيتال اوبليك يكون عمود على الانترنا ديتي كانال، فتطلع لك الصوره ديت كده. اللي انت شايفه ده الانترنال كانال جواها ميه سي اس اف، وفيها اربع كور. الاثنين القريبين من بعض هم دولت الفيستيبيولر، السوبيريور والانفيريور. دول اللي فوق دوت هو السابع اللي هو الفيشيال، واللي تحت دوت هو الكوكليير. يبقى لما تعمل ساجيتال ايمج للانترنال كانال بيبان لك اربع كور جوه الانترنال كانال. الاثنين القريبين من بعض هما الفيستيبيولر سوبيريور وانفيريور،
واللي فوق دوت رقم 7 واللي تحت دوت رقم 8. وبعض الناس بتقسم بتاع التدي كانال إلى 4 أرباع، دولت تبع الفيستيبيولر، وده هوت الكوكليير، وده هوت الفيشيال. الفيشيال بيبقى ماشي معاه واحد تاني اسمه كريتر بتروزال نيرف، بس احنا ما بنعرفش نشوفه لانه صغير قوي، فاحنا بنشوف 4 كور اللي انت شايفهم دول. خلاص. طيب احنا في البترس بنعمل اجزيه للكورونا، لازم الكورونا ليه لازمه، لازمه الكورونا هم الثلاثه دول. اول واحد التيجمنت امباناي، انت شفت التيجمنت امباناي في الاجزيه، بس دوت الانتيرير تيجمنت. اما السوبيرير البتروس بون عامل زي المثلث كده، ليها سوبيرير سيرفيس وليها انتيرير سيرفيس. الانتيرير سيرفيس بتشوفه في الاكزيل، والسوبيرير بتشوفه في الكورونا. اي حاجه تفصل البرين عن الهواء اللي في الميدل اير اسمها تيجمنت امباناي. بعد كده بنشوف الاوفال ويندو اللي انا قلت لك عليه، اللي هو مقفول بالفوت بليت بتاعت الستيبس، وبنشوف الفيشال نيرف. دهوت هو الفيستيبيول، واللي ماشي بالعرض ده هو الهوريزونتال سيم سيركلر كانال، واللي طالع لفوق دوت هو السوبيريور سيم سيركلر كانال، واللي تحت ده هو الكوكلي. فانت الاوفال ويندو ده بيوصل الميدل اير بالفيستيبيول اللي هو الحته دي اللي انا مشاور عليها دلوقتي. This is the site بتاع الاوفال ويندو. هتقول لي طب ما هو احنا ايه الاوفال ويندو مستثنيه؟ عشان في ديزيز بتافكت الويندو ده، فلازم انت تعرف المكان بتاعه. الفيشال نيرف زي ما احنا اتفقنا قلنا بيطلع جوه الانتندد كانال، وبعدين يطلع لفوق وينزل لتحت، صح؟ بعد لما ينزل لتحت بيروح فين؟ بيعدي من تحت اللاترال سيم سيركلر كانال. ادي اللاترال سيم سيركلر كانال، وهو ده الفيشال نيرف اللي انت شايفه ده، بيعدي من تحت اللاترال سيم سيركلر كانال. وبعد لما يعدي من تحت اللاترال سيم سيركلر كانال بيروح الفيشال ريسيس اللي هو رجل 7 البحر. وبعد لما يروح الفيشال ريسيس يروح نازل فيرتيكال ثرو ذا ستايلوماستويد فوريمن، ويروح في الباروتيد بعد كده. لو انت فاكر الرسمه ديت، بس ايه هي بتاعه الكوك اهي، ادي السيم سيركلر كانال، ده الفيشال نيرف اللي هو المسفر ده. لما طلع ونزل عشان يعمل الجينيكليت جانجلين اللي هي عرب الكوكليا، عدى من تحت اللاترال سيم سيركلر كانال اللي هي كده، ادي اللاترال سيم سيركلر كانال وهو بيعدي من تحتها. بعد كده بيروح الفيشال ريسيس، بعد كده ينزل فيرتيكال عشان يخرج بره السكال. فلو انت بقى بصيت عليه في الصور اللي احنا وريناها قبل كده، دوت المكان بتاع الفيشيال نيرف اللي هو طلع كده من البرين ستيم، دخل جوه الانتنسيتي كانال، بعدين طلع عند الجينيكليت جانجلين، وبعدين نزل. المفروض هيعدي من تحت دي، هيمر من تحت اللاترال سيم سيركلر كانال. والممر دوت بيبان كويس قوي في الكورونا، ما بيبانش في الاكسيان اللي هو ده. ادي اللاترال سيم سيركلر كانال، وادي الفيشال نيرف هيعدي من تحت. بعد لما يعدي من تحتها بيروح الى الفيشال ريسيس، وبعدين ينزل فيرتيكال كده ما بين الماستويد والستايلويد، اسمه ستايلو ماستويد فوريمن، يطلع الى البلاط الجلال. دوت الممر بتاع الفيشال نيرف ثرو البيتروس بون. في الكورونال ايمجز اي حاجه بتفصل الهواء بتاع الميدل اير من البرين اسمها تيجمنت امبلان. اللي انت شايفه دوت هو الكوكني. لما الفيشال نيرف دخل كده جوه الانتندد كانال، وبعدين طلع ونزل عشان الجينيكيليت جانجليوم، لو انت قطعته كده بالعرض هيطلع نقطتين، هما دول النقطتين دول. النقطتين دولت موجودين فوق راس الكوكلي على طول. واحدة منهم قريبة من الميدل اير اسمها تمبانيك سيجمنت، واحدة منهم قريبة من الانر اير اسمها لابرينثاين سيجمنت. بغض النظر في نقطتين هنا اهوت عاملين زي لما تعمل ام ار اي، النقطتين دولت يكونوا باينين لونهم ابيض، وبقية البترس كلها سود،
فبيبانوا زي عينين التعبان، بيشبهوها كده يعني، ده سناك اي ابييرنس، لكن مش مشكله. المهم تفتكر ان these are the two segments of the facial nerve مقطوعين بالعرض. طيب نيجي بقى ل نشوف اللي انت الكلام اللي انت استفدته من اللي انا قلته. قول بقى مين ده هو اللي بيشاور عليه السهم؟ فيستيبيولار اكويدكت. ومين ده هو؟ انترنال اوديتوري كانال. ومين ده هو؟ يعني عندي صوتك حبتين. الفيستيبيول. ومين دوت؟ دوم اوف ذا كوكلي. ومين ده هو؟ ميدل اير كالف. الميدل اير كافيتي مليان هواء والاوستكلز حواليه. ومين دوت؟ الممر اديتس اد انترم. الممر ما بين الميدل اير كافيتي وما بين الايه؟ وما بين المصايب انترم. ومين ده هو؟ الهيد اوف ذا ماليس. الهيد بتاعت البسبوس. الهيد اوف ذا ماليس. طيب مين ده هو؟ One and the half turns of the cochlea. مين ده هو؟ اللي بيوصل الميدل اير بالنيزوفاركس اسمه ايه؟ السيكيال تيوب. مين دوت؟ الهاندل اوف ذا ماليس. طيب مين دوت؟ كوكليير اكويدكت. مين دوت؟ الفيشيال بيسيس اللي ورا اللي قدام اسمه ايه؟ ساينس تمبانال. اسمه ساينس تمبانال. دولت الحفرتين ما بينهم التمبانيك بيراميد، دوت اسمه ساينس تمباناي، دوت اسمه فيشال ريسيس، واللي في النص اسمه تمبانيك بيراميد. كورونال ايمج. مين ده هوت؟ الكوكلي. ومين ده هوت؟ فيشال نيرف. ومين دوت؟ انترنال اوديتري كانال. مين ده هوت؟ سوبيريور سنسيكيورال كانال. وده هوت هورزونتال او لاترال سنسيكيورال كانال. اكزيال ايمج. مين ده هوت؟ هيد اوف ذا مالس. مين دوت؟ دوم اوف ذا كوكلي. مين ده هوت؟ الفيستيبيول. هو انتنا بيتي كانال. مين دوت؟ ايوه الانكس. طيب ميدل اير كافيتي. كورونال ايمج. مين دوت؟ هورزونتال سيمسيركيولار كانال. دوت الكوكلي. دوت لا اللي قبل منه ده الفيستيبيول. ده الاوبن ويندو. دوت سوبيريور سيمسيركيولار كانال. انترنال اوديتري كانال. طيب مين ده هوت؟ جاكيلر بال. مين ده هوت؟ تيجمن تمبانال. مين ده هوت؟ وان اند هاف تيرنز اوف ذا كوكلي. مين؟ لا لا superior sensicular canal. قلنا superior بيبان نقطتين الاول وبعدين خط. دولت القرورة بتاعت superior. ده الكورونال. مين دوت؟ ده الفيشال نيرف. الفيشال نيرف خارج كده من السكال ما بين الستايلو ماستويد فريم. طيب مين دوت؟ والسبيو. مين دوت؟ دوم اوف ذا كوكلي.
هو head of head of the Maliks. دوت الانكس. مين دوت؟ مصطفى اندرا. مين دوت؟ الانتري. دوت انترنال اوديتري كانال. مين ده؟ فيشال ريسيس. مين دوت؟ كوكليير اكويدكت. مين دوت؟ One and a half turns of the cochlea. طيب مين ده هوت؟ فيشال نيرف طالع ونازل اللي هو الثمانية والتريكيليت جانجيا. طيب مين ده؟ لا ميدل ايد كابت مستود انترام هنا. مين دوت؟ دوم اوف ذا كوكلي. مين دوت؟ فيستيبيول. مين دوت؟ مصايد انترا كورونال ايمج. مين النقطة دي؟ ان هي لابرنتاين سيجمنت بتاعت فيشيال نيرف. ايوه ودوت الحلزون الكوكليا ودوت الجاجيلار بالب. جاجيلار بالب في الكورونا وده هو تمبانيك سيجمنت اوف ذا فيشيال نيرف.